بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة بنبدأ فرع جديد وهو فرع البلاغة. كل الأسئلة اللي بتجيلي على طول، الأبيات صعبة، مش عارف أقرأ الأبيات، طب أنا انطلب مني سؤال شرح ومش قادر أفهم الأبيات. كل الكلام ده هنعالجه النهاردة عشان نبقى ضامنين إن شاء الله 6 درجات في البلاغة، وكل الموضوع هيتلخص في 5 6 أسئلة. عاوز كل الناس مركزة عشان 6 درجات بكل سهولة. يلا بينا، كل الناس مركزة عشان هنبدأ حالا. يلا بينا. لما نيجي نبص في أسئلة البلاغة نلاقي كل الأسئلة بتاعت البلاغة بتدور في 5 6 أسئلة. إذن الموضوع بسيط وسهل، عشان كده اللي هيركز النهاردة هيبقى الفرع ده انتهى بالنسبة له. يلا، أول سؤال ممكن نشوفه في البلاغة سؤال اسمه الفكر. الفكر اللي هو الشرح. بدل ما كنت باجي اقول لك اشرح الابيات وانت في سنه تانية ثانوي، بيجي يقول لك وقع الشعر تحت تاثير فكر عميق. الى ما يدعو الشعر في الابيات. خلي بالك، ما او كيف كانت فكره الشعر في ابياته. اول ما يكلمك على الفكر اللي هو الشرح، انا عاوز اجابه بمفتاح معين. تقوم حضرتك تقول لي تدور الابيات، انا كده بجاوب، حول واكتب فكرة رئيسية. حيث دارت أفكاره حول، وابدأ أشرح الأبيات كل بيت على حدة، ولكن شرح متصل. ما تقوليش يقول الشاعر في البيت الأول كذا ويقول في البيت الثاني كذا، مش عاوز الكلام ده. يبقى الأبيات كمان مرة سؤال الفكر اللي هو سؤال الشرح. تقولي تدور الأبيات حول، وتقوم كاتب فكرة رئيسية أو عنوان، وبعد كده تقوم قايل لي حيث دارت أفكاره حول، وتشرح شرح متصل في الأبيات. تحاول توضح للأبيات كفكرة عامة. هنا انت بتجيب عنوان رئيسي اللي بيكون دايما فوق قطعة البلاغة وما بتاخدش بالك. يقول الشاعر في حب مصر، يقول الشاعر مخاطبا الشباب. يبقى بقول تدور الأبيات حول مخاطبة الشاعر للشباب، حيث دارت أفكاره حول، واشرح شرح متصل. ما تقولش يقول في البيت الأول والتاني عشان ما تكشفش نفسك في الشرح. طب هل ممكن اقابل كلمة صعبة في الشرح؟ اساسي ممكن تقابل كلمة صعبة. الكلمة اللي تعرفها تشرحها بطريقتك، والكلمة الصعبة انت بتنزلها زي ما هي. انا عاوز شرح توضيحي وليس تفصيلي. يبقى مش معنى اللي انت مش فاهم كلمة او كلمتين اللي انت تسيب السؤال، لا طبعا. خدوا بالكم ولازم تقروا فوق قطعة البلاغة، لان اللي موجود فوق قطعة البلاغة بتكون هي الفكرة الرئيسية اللي انت اصلا ما بتاخدش بالك منها، وان هي بتساعدك كتير جدا في حل الابيات. السؤال الثاني سؤال مهم جدا، سؤال الوجدان. الوجدان اللي هي العاطفة، الشعور، الاحساس، الانفعال، كل ده هو سؤال الوجدان. الوجدان عنصر من عناصر التجربة الشعرية. وقع الشعر تحت تأثير انفعال عميق. ما التأثير النفسي؟ كل دي كلمات العاطفة. بقول وقع الشاعر، أنا بجاوب، تحت عاطفة جياشة أو عاطفة قوية ومؤثرة، ألا وهي نقط، وقد دلت عليها ألفاظه. لازم أطلع كلمات مع العاطفة، سواء ذكر الألفاظ في السؤال أو ما ذكرش. سؤال الوجدان ده بيجي بطريقتين، يا يقول لك الوجدان والعاطفة والشعور والإحساس والكلام ده، يا يقول لك أنا عاوز الوجدان وتأثيره على ألفاظه. اما اقول لك انا عاوز الوجدان وتاثيره على الفاظ الشاعر، طب تاثيره على معجمه الشعري، ما هو معجمه الشعر اللي هو الفاظه برضه، تطلع العاطفه والفاظ. طب لو ما قالش غير كلمه الوجدان بس، اطلع العاطفه والفاظ برضه. تفهم من الكلام ده ايه؟ ان لازم عشان تجيب العاطفه لابد من استخراج كلمات، والكلمات تكون من داخل الابيات لكي تدل على عاطفه الشاعر. وقع الشاعر تحت تاثير عاطفه قويه ومؤثره، ألا وهي حب الوطن مثلا، وقد دلت عليها ألفاظه مثل، وأم طلع كلمة 2 3 الكلمات تكون من داخل الأبيات. يبقى ممكن أسأل في السؤال وأجيب كلمة ألفاظه، وممكن ما أجيبش كلمة ألفاظه، أسيب كلمة وجدان وخلاص. الوجدان عنصر من عناصر التجربة الشعرية. وقع الشعر تحت تأثير عاطفة جياشة، وكان للتأثير النفسي أثر بالغ في الأبيات. كل الكلام ده إياك أن تجيب عن سؤال الوجدان دون أن تستخرج ألفاظ. وساعات بيبقى راجل محترم جدا في السؤال ويقوم يذكر كلمة الألفاظ مع الوجدان عشان يفكرك بيها.
او يجيب بدل كلمة الالفاظ كلمة معجمه الشعري. كان لوجدان الشاعر اثر كبير في اختيار الفاظه، كان لوجدان الشاعر اثر كبير في معجمه الشعري. ما هو معجمه الشعر اللي هو الفاظه، هو هنا بينبهك انك لما تيجي تطلع العاطفة لازم تستخرج معاها الفاظ. السؤال اللي جاي ده سؤال مهم جدا 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 في الابيات، وكل الناس تركز معايا في السؤال ده. خلي بالك اجي اقول لك الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان. اول ما اقول لك الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان يبقى انا بتكلم على شرح وعاطفة. ده انا هجمع السؤالين في سؤال واحد. السؤال ده تقريبا في الست امتحانات اللي فاتهم جه 5 مرات. شوف بقى انت اهميه السؤال. الشعر الجيد من يمزج بين فكر ووجدانه، الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان، عانق الشاعر بين افكاره ووجدانه في هذه الابيات. اول ما اقول لك فكر ووجدان يبقى الفكر اللي هو الشرح والوجدان اللي هو العاطفه، يبقى انا عايز الاثنين. السؤال ده لازم اجابته تكون اجابه نموذجيه. بص كده شوف الاجابه. نبعت افكار الشاعر، نبعت افكار الشاعر من خلال عاطفه قويه وصادقه، الا وهي لازم الاول اقوم جايب العاطفه. مصر كلها بتشرح وبعد كده تجيب العاطفه، انا عاوزكم تعكسوا، هاتولي العاطفه وبعد كده اشرحوا. شوف الدخله دي نموذج الاجابه. نبعت افكار الشاعر من خلال عاطفه قويه ومؤثره، الا وهي كذا، وهم كاتب العاطفة. العاطفة دي إحساس الشاعر المسيطر عليه، وقراءتك للفكرة اللي فوق الأبيات هي اللي بتكشف لك الأبيات وبتكشف لك العاطفة. هو أنا ما أقول الشاعر ما يتحدث عن مصر، أكيد طبعا العاطفة هي حب مصر وحب الوطن. لما أقول الشاعر مخاطبا الشباب، الراجل بيخاطب الشباب، يبقى في نصح. يتحدث الشاعر عن العرب قائلا، طالما عن العرب وقائلا يبقى في فخر واعتزاز. أيوة، يبقى دايما العاطفه بتيجي من الفكره الرئيسيه اللي انتوا اصلا بتهملها او بتهملوها وما بتاخدش بالك منها فوق قطعه البلاغه. شوف الكلام. لقد نبعت افكار الشاعر من خلال عاطفه قويه ومؤثره، الا وهي كذا، حيث انا لسه بجاوب دارت افكاره حوله، وقوم شارح على طول ال3 سطور بتوع اللي كنت بشرحهم في الابيات، وقد دلت عليها الفاظه. على طول لازم اجيب الفاظ، لازم اجيب الفاظ، كلمه 2 3 4 الكلمات تكون من داخل الابيات. سؤال الامتزاج انت هتتحاسب فيه على 3 حاجات، هتتحاسب فيه على سؤال على العاطفه، وهتتحاسب فيه على الشرح، وهتتحاسب فيه على الالفاظ. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، عاوز كل الناس تاخد بالها منه. يبقى الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان. لقد مزج الشعر بين فكري ووجداني، كان الامتزاج الشعر بين فكره ووجدانه أثر كبير في هذه الأبيات. الشعر الجيد ما تعانق فيه الفكر بالوجدان، الشاعر الجيد من يفكر بقلبه ويشعر بعقله. يفكر بقلبه ده المفروض العكس، ما هو بيعمل امتزاج. تقوم داخل على طول بالإجابة، نبعت أفكار الشاعر من خلال عاطفة قوية وصادقة ومؤثرة، ألا وهي، ومكتب العاطفة، حيث دارت افكاره حوله، ومشرح 3 4 سطور، وقد دلت عليها الفاظه مثل، ومطلع 4 5 كلمات، والكلمات تكون من داخل الابيات. لازم الكلمات تكون من داخل الابيات، ولو نسيت الكلمات هينقص او هتنقص درجات. سؤال جميل وسؤال زي الفل. طب تعال شوف السؤال دايما اللي كل الناس بتعرف تجاوبه في الابيات، الموسيقى. استخرج موسيقى في الابيات. الموسيقى نوعين، موسيقى ظاهرية وموسيقى خفية. خلي بالكم ان الظاهرية بيقولوا عليها خارجية، والخفية بيقولوا عليها داخلية، عشان ما يقعدش يلف ويدور معاك في الامتحان. لو اقول لك استخرج موسيقى ظاهرية من الابيات، او اقول لك لقد برع الشاعر في الموسيقى الخفية. الموسيقى الخفية دي نبدأ بيها الاول، اجابتها كلمتين. هقول له لقد اتضحت الموسيقى الخفية من خلال الصدق الشعوري، ايوه، والكلمات الموحية المعبرة مثل، وقوم طلع اي 3 4 كلمات من الابيات، وتناغم الحروف في الالفاظ والعبارات. شوف كده معايا الموسيقى الخفية. الموسيقى الخفية انت بتقول له بعد قراءة الابيات انا حاسس ان في موسيقى خفية، انت مش حاسس بحاجة، انت بتضحك عليه في الاجابة، هي دي اجابة الموسيقى الخفية. هقول له قد اتضحت الموسيقى الخفية من خلال الصدق الشعوري، انا حاسس ان الشاعر
كان شعوره يتسم بالصدق، في صدق شعوري في الأبيات والكلمات الموحية المعبرة مثل كذا وكذا، وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات، ده اسمها الموسيقى الخفية أو الداخلية. طب الموسيقى الظاهرية، لا ركزوا بقى معايا، الموسيقى الظاهرية عشان تاخد فيها درجة ونص لازم تجاوبها بكلمة أولا من خلال الوزن والقافية، وهملك سطر دلوقتي، وثانيا من خلال المحسنات البديعية. أنا عايز أقول لكل الناس إن الموسيقى الخفية يا ناس يا جماعة يا أخوانا، الموسيقى الخفية جزئين، الموسيقى الخفية جزئين، لا إحنا في الظاهرية، الخفية هم الكلمتين دول بس. الموسيقى الظاهرية كلمتين أولا وثانيا، لازم في الظاهرية تجاوب بكلمة أولا وثانيا. طب في عيال بتجاوب حتة وتسيب حتة، هينقصك درجة، هينقصك نص، حسب توزيع الدرجات إيه. لقد اتضعت الموسيقى الظاهرية في الأبيات من خلال الوزن والقافية. طب أجاوب إزاي في الوزن والقافية؟ لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته، وقافية وهي حرف، وتقوم جايب آخر حرف في الأبيات، ما هي الأبيات قدام حضرتك، الحرف الأخير في كل كلمة اهو هي دي القافية. فأنت بتقول لي إن هو اختار وزن واحد ونظم الأبيات على وزن واحد، وقافية واحدة هي حرف كذا، وكان لهذا الوزن وهذه القافية نغمة موسيقية وذبذبة موسيقية تؤثر على أذن المستمع. أنا كده بقول له اختيار الشاعر لوزن واحد وقافية واحدة في الكلمات كذا وكذا وكذا، واجيب له آخر كلمة في كل بيت، ده نتج عنه نغمة موسيقية، يبقى دي اسمها موسيقى ظاهرية. بس موسيقى ظاهرية من خلال إيه يا جماعة؟ حد يرد علي. من خلال الوزن والقافية. ثانيا من خلال المحسنات البديعية، أنا عايز أخد بقية نص الدرجة، بقية الدرجة النص أو الدرجة اللي تحت. المحسنات البديعية بقى اللي ليها جرس موسيقي رنان هي إيه؟ أبص في البيت الأولاني ربما نجد التصريح، التصريح هو اتفاق آخر حرف في الشطر الأول مع آخر حرف في الشطر الثاني، ولكن في البيت الأول، عينك في أول بيت في البلاغة، لو الحرف الأخير هنا شبه الحرف الأخير هنا يبقى تصريح، اختلاف النهار والليل ينسي، اذكر للصبا وأيام أنسي، تصريح. طب التصريح ماله؟ ليه جرس موسيقي رنان؟ ما هو عشان ليه جرس موسيقي رنان؟ هو ضمن المحسنات البديعية الموسيقية، عشان كده هو جزء من أجزاء الموسيقى اللي يا جماعة؟ ها؟ الظاهرية صح. طب مش لاقي تصريح في البيت الأولاني، ما بيحصلش غير في البيت الأول بس، شوف لي كلمتين شبه بعض عشان يبقى في حاجة اسمها جناس، والجناس انت عارف جناس تام وجناس ناقص، وسلا وسلا ده جناس تام، انما الخيل والليل ده جناس ناقص، تقهر وتنهر، دايما تشوف كلمتين متشابهتين تشابههم ناقصا، دايما الجناس الناقص بيكون موجود في البلاغة، شوف لي كلمتين شبه بعض يبقى بينهم جناس، والجناس على طول سواء تام او ناقص برضو له جرس موسيقي ايه؟ ها؟ رناه. يبقى استخراجك للتصريح او الجناس ده جزء من الموسيقى الظاهرية. طب انا مش لاقي ده او ده، شوف المحسن الثالث، حاجة اسمها حسن التقسيم، أن يقسم الشاعر البيت إلى عدة فقرات متساوية، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، نص المساء البيت الرابع. طب ما ده حسن تقسيم، وحسن التقسيم ليه جرس موسيقي رنان يعمل على لفت النظر ها وجذب الانتباه. شوف الموسيقى الظاهرية أنا جاوبتها إزاي بكلمة أولا وكلمة ثانيا. اللي هيكتب لي السطر بتاع الوزن والقافيه وما يطلعليش محسن بديعي ياخد واحد من واحد ونص، اللي يجيب لي المحسن البديعي ويسيب الوزن والقافيه يديله نص من واحد ونص او واحد من واحد ونص حسب توزيع الدرجه. دايما بيبقى السؤال بتاع الموسيقى الظاهريه بدرجه ونص، يقول لك درجه على الوزن والقافيه ونص على المحسن البديعي، او العكس درجه على المحسن البديعي ونص على الوزن والقافيه. طب اجاوب الوزن والقافيه ازاي؟ انت لسه نايم، انت لسه داخل الحلقه حالا ونايم. الوزن والقافية الإجابة بتاعتها أنا كاتبها إيه؟ لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته، وقافية وهي حرف كذا في الكلمات الآتية، القافية هي آخر حرف في الأبيات، وكان لهذا الوزن وهذه القافية ذبذبة موسيقية تؤثر على أذن المستمع. كلام جميل وكلام زي الفل. طب لو اداني موسيقى خفيه في الامتحان يبقى بيديك هديه، بيديك درجه ونص على طبق من ذهب، هقول له لقد اتضحت الموسيقى الخفيه في ابيات الشاعر، وقد اتضحت ونتجت عن الصدق الشعوري والكلمات الموحيه المعبره مثل كذا وكذا وكذا، وتناغم الحروف في الالفاظ والعبارات. كلام جميل وكلام زي الفل. السؤال اللي جاي ده عاوز كل الناس مركزه فيه، اجيب لك جمله
وأقول لك ما نوع الصورة وما قيمتها الفنية. والنبي كل الناس معايا، إيه بقى نوع الصورة؟ تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز، الكلام الحلو اللي أنت عارفه ده، تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز مرسل. طبعا ما نوع الصورة وما قيمتها الفنية ده سؤال بقى ثابت، وخدوا بالكم من حاجة، اللي هيركز الدقيقتين ده هم في نوع الصورة هيضمن في الامتحان 8 درجات. 8 درجات ازاي؟ ده البلاغة كلها بست درجات. ما انا نسيت اقولك، ما هو ما نوع الصورة بقى سؤال ثابت في البلاغة، وبقى سؤال ثابت في النص الشعري الاول، وبقى سؤال ثابت في النص الشعري الثاني، وبقى سؤال ثابت كمان في النص النثري. يعني انت هتشوف الحتة دي 4 مرات في الامتحان. لو حظك وحش تشوفها 3 مرات بس في الامتحان. ايه نوع الصورة بقى؟ تشبيه واستعارة وكناية ومجاز. هعلمكم طريقة، وطريقة سهلة وبسيطة، وعلمتها لكم قبل كده في حلقة من حلقات المراجعة النهائية 2020، هنعيدها مع بعض تاني. أي جملة جيبها لك حط لي في النص كده اهو مثلة، لو قبلت مثلة تشبيه يوضح المعنى ويبرزه. شوف الكلام، لما اجي اقول لحضرتك انت هوايا، انت شريان، لما كان الشاعر بيخاطب مصر وبيقول لها انت شريان، انت هوايا، انت مثل هوايا، انت مثل شريان، قبلت، تشبيه يوضح المعنى ويبرزه. شوف الكلام، يبقى على طول لو قبلت يبقى تشبيه يوضح المعنى ويبرزه. طب افرض الجمله انا جيت احط لها مثل، يا جماعه ما قبلتش مثل، الكلام ما قبلش مثل، يبقى على طول على طول استعاره مكنيه. والاستعاره المكنيه السر جمالها التقسيم او التشخيص. في ناس تقول لي التجسيد، ما هو التقسيم هو التجسيد. تعالى كده نشوف، لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال اجي اقول وفسدت معاني الانسانيه التي له. شوف كده الجمله بتاعت وفسدت معاني الانسانيه، وفسدت مثل معاني الانسانيه، وفسدت معاني مثل الانسانيه، ما فيش الكلام، مش قابله خالص. طالما المعنى لم يستقم هنا يبقى على طول دي استعاره مكنيه. استعاره مكنيه لو هتشبه حاجه معنويه ما تتمسكش بحاجه ماديه يبقى تجسيد. طب لو هشبه حاجه بانسان يبقى تشخيص. هي معاني الإنسانية، طعام بيفسد، استعارة مكنية شبه معاني الإنسانية كأنها طعام يفسد، شيء مادي يفسد، يبقى تقسيم وتجسيد. إنما لو شبه حاجة بإنساني بإيه؟ ها؟ تشخيص. هو ممكن يجيب الجملة ما تقبلش مثلا وتبقى استعارة مكنية؟ جاب في الامتحان قبل كده في 14 و15 و16 أنت هوايا وأنت شرياه. في 14 و15 أنت هوايا وأنت شرياه. طب هو ممكن يجيب استعارة مكنية ما تقبلش مثلا؟ 2018 بيقول في الامتحان مش ممكن، اهو 2018 ودرب نفسك. فأقيموا نهضة، ما نوع الصورة في الجملة دي يا جماعة؟ حد يقول لي يلا. فأقيموا نهضة، هي النهضة، هي النهضة بتقام، استعارة مكنية، فأقيموا مثل نهضة مش هتقبل، يبقى استعارة مكنية شبه النهضة كأنها بناء يقام، شيء مد يقام. طالما شبهت بشيء مادة اهو يبقى على طول سر جمالها التجسيم. يبقى كمان مرة تاني اجيب لك جملة واقول لك ما نوع الصورة، حط مثل في النص، قبلت مثل بقى التشبيه، طب ما قبلتش مثل بقى تستعارة مكنية. طب لو جاب لك بقى، لو جاب لك بقى ركز معايا في اللي جاي دي بقى، كلمة واحدة، لو جاب لي كلمة واحدة بس بشرط ان تكون اسم، على طول استعارة تصريحية وانت مغمض عينك. يجيب لي كلمة الليل، يجيب لي كلمة النار، يجيب لي كلمة السراج، يجيب لي كلمة النيران، يجيب لي كلمة العمى، أي كلمة من دي استعارة تصريحية توضح المعنى وتبرزه مع الإيجاز. هو ممكن يجيبها كلمة واحدة؟ أجيب لك الامتحان، حاضر. 2017، 2017 جاب ما نوع الصورة في النصوص، أنا كاتب التاريخ أهو في امتحان عندكم 2017، جاب ما نوع الصورة في كلمة النار في البلاغة. حد يقول لي ما نوع الصورة في كلمة النار؟ استعارة تصريحية وعلى طول بتوضح المعنى وتبرزه مع الإيجاز. لو أنت قلبت البلاغة تلاقي النصوص في 2017 نص أهواك يا وطني جاب ما نوع الصورة في كلمة الليل. حد يعرف الليل إيه؟ ها، استعارة برضه تصريحية، عشان كلمة واحدة بس بشرط أن تكون هذه الكلمة اسم. طبعا قعدنا بقى ندرب العيال على الكلام ده ونقول لكل الناس يا جماعة، أما أقول لك سؤال ما نوع الصورة يا أخوانا، أما أقول سؤال ما نوع الصورة حطوا مثلة في النص، لو قبلت مثلة تشبيه وانت مغمض عينك، طب لو ما قبلتش مثلة استعارة مكنية، لو كلمة واحدة يبقى استعارة تصريحية. طبعا لحد في 2015 عمل حركة في الامتحان بصراحة كل الناس سقفت له عليها، زعل مصر كلها. ده يبين لك بقى الطالب اللي فاهم من اللي حافظ.
جاب لهم في 2015 بين قوسين ما نوع الصورة في كلمة سيري في 2015. سيري. طبعا الرجالة اللي حافظة مش فاهمة شافت كلمة سيري عبارة عن كلمة واحدة. كل الناس على طول قالت لك طالما كلمة واحدة الرجل الطيب قال الكلمة الواحدة استعارة ايه؟ ها؟ تصريحية. لا، سيري عيب. ده سيري ده فعل امر، فعل امر غرضه التمني وغرضه الالتماس، فعل امر. ما هوش اسم يا جماعة. الاستعارة التصريحية لازم بيحذف المشبه ويترك المشبه بيه، يترك كلمة واحدة. محمد أسد، يشيل محمد ويسيب أسد. أيوة. الأشواق نيران، المشاعر نيران، يحذف المشاعر ويسيب كلمة نيران. إنما كلمة سيري، الشاعر بيخاطب مصر وبيأمرها بالسير وكأنه يخاطبها وكأنها إنسان. لو كانوا كلفوا خاطرهم وبصوا في قطعة البلاغة هيعرفوا إن الشاعر بيخاطب مصر وجاي فعل امره بيقول لها سيري، ده استعاره مكنيه شبه مصر كانها انسان يخاطبه. استعاره مكنيه شبه مصر كانها انسان يخاطبه، وقلت انسان يبقى سر جمالها التشخيص. بصراحه كان بارع في اختياره الكلمه لان خدع ناس كتير جدا 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 في الامتحان. مش كل كلمه واحده بين قوسين تبقى استعاره تصريحيه. طب ما هو الراجل جابها فعل وقام جاي بعد كده بقى الحته بتاعت من انت يا نفسي جيبها في الامتحان يوشي جبه الليل المولي بالرسوم، او قام جايب الفعل بين قوسين برضه كانت استعاره مكنيه جابها في من انت يا نفسي السنه اللي فاتت في الامتحان. عايز اقول لك وافهمك ان دايما مش كل حاجه كلمه واحده بين قوسين تبقى استعاره تصريحيه. لو كانت اسم، ومش برضه لو كانت اسم دايما بنسبه 100%. طب انا ممكن اخدعك في الامتحان واقوم جايب اسم بين قوسين ويطلع مجاز مرسل، يطلع لفظ من الفاظ المجاز المرسل، اجيب لك كلمه جفن او جفون واحط لك بين قوسين جفن او جفوني، ده مجاز مرسل علاقته الجزئيه. اجيب لك كلمه يد، مجاز مرسل علاقته الايه؟ ها؟ السببيه. اجيب لك كلمه اصابع، مجاز مرسل علاقته الكليه. هو انتوا ناسين ان في الفاظ للمجاز المرسل؟ هو انت ناسي شهد الله لم يغب عن جفوني في نص احمد شوقي كلمه جفوني مجاز مرسل علاقته الجزئيه، لان الشعر يقصد العين ولكن الجفون جزء من العين، يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئيه. الاستعاره التصريحيه لازم تبقى مشبه به اسم حاجه. السراج، النار، النور، العمى، الليل. شوف الكلام. ايوه، يبقى على طول استعاره تصريحيه. الكلام واضح والكلام مفهوم. شوف الموضوع بسيط جدا بس انا عاوز الناس تركز. طب ندخل سؤال تاني لسه ما خلصناش. اكتر حاجه بتزعلني منكم في الامتحان ما نوع الصورة وقيمتها الفنية. يا جماعة القيمة الفنية ما هي سر الجمال يا اخوانا. القيمة الفنية والله ما هي سر الجمال. سر الجمال اللي انت بتقول تشبيه يوضح المعنى وابرزه. استعارة مكنية سر جمالها التجسيم او التشخيص. استعارة تصريحية توضح المعنى وتبرزه مع الايجاز. ايوه. انما سر الجمال ملوش علاقة بالقيمة الفنية. القيمة الفنية دي هي الايحاء، هي دلالة الكلمة. شوف الجملة بتدل على ايه، وبدل ما تقول تدل على قول قيمتها كذا. دايما القيمة الفنية بيكون لها علاقة وثيقة بالعاطفة. يعني مثلا في 2017 لما جاب لهم كلمة النار بين قوسين، كلمة النار استعارة تصريحية توضح المعنى وتبرزه مع الإيجاز. طب وما قيمتها الفنية؟ تحب ايه؟ قيمتها الألم والعذاب والحزن والمعاناة والحسرة. النار في الأعماق لاهبة. كان بيقول كده، النار جواه زي كلمة النيران في نص المساء. أيوة. يبقى دايما الاستعارة أو التشبيه أما أقول لك قيمته الفنية هو أما أنا أجي أشبه مصر وأقول لها أنت هوايا. أيوة. أما أجي أقول لها أنت شريان، ده بتدل على شدة حب وقيمتها، هي شدة حب والتضحية لمصر. ده أنت شريان، ده أنت هوايا، ده أنت عشقي. شوف حديثه مع مصر هكذا. دايما كده تخلي بالك من القطع الوطنية وتدرب نفسك وهتلاقيني في مرزمة ليلة الامتحان حاطط لك قطع كثيرة تتحدث عن مصر. تمشي على نفس المنوال ده وتدرب نفسك على نفس المنوال ده. شوف الكلام. ده يبين لك ايه؟ يبين لك ان القيمة الفنية، حط الجملة في دماغك وشوف الجملة بتدل على ايه، وبدل ما تقول تدل على قول وقيمتها كذا. ما تنقص نفسك درجة ولا نص درجة عشان حتة زي دي. مش معنى كده ان انت تبقى بقيت فروت خلاص وبتعرف تطلع نوع الصورة، بقيت بتعرف تطلع التشبيه ببساطة والاستعارة المكنية ببساطة والاستعارة التصريحية ببساطة ولو كلمة من كلمات المجاز المرسل ببساطة. مش معنى كده اللي انت كله بقى تمام فتقوم انت بقى
تغلط في حته زي القيمه الفنيه عشان الناس بتعمل لبس بين القيمه الفنيه وبين سر الجمال. مش عاوز كده خالص، عاوز الناس تركز في الموضوع ده. هو انا ممكن يجي لي جمله بين قوسين تبقى كنايه؟ اه طبعا. في جمل ما تنفعش استعار، زي الكنيسه نورت كان حاططها في الامتحان الاسترشادي السنه اللي فاتت على موقع الوزاره، ويكون النهر طافحا بالمياه. لما كان بيصف لحظه الصيف وهو في انتظار مدفع الافطار الرابط المقيم، فكان بيقول ويكون النهر طافحا بالمياه، وهو واقف على نهر النيل في امبابة فبيبص كده لقى المياه زايده فبيقول ويكون النهر طافحا بالمياه. دي ما تنفعش استعاره مكنيه ابدا. هقول ايه؟ شبه النهر كانه انسان يطفح بالمياه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كنايه عن فيضان نهر النيل، وكنايه عن كثره المياه، وكنايه عن غزاره المياه. ايوه، في بعض الجمل ما تنفعش استعار، اما تيجي تشرحها تلاقيها بتدل على حاجه ثابته. مش هينفع ابدا استعار. وسر جمال الكنايه، عايز حد يفكرني بيها نسيتها، الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم. الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم. هي دي سر جمال الكنايه، هو ده سر جمال الكنايه. ايوه، يبقى خلي بالك ان الكنايه برضو من الصور البيانيه ومن الصور الخياليه في الامتحان. من الاسئله المهمه جدا جدا، وهو السؤال قبل الاخير، هل تحققت الوحده الفنيه في الابيات؟ السؤال اللي كله بيحبه، تحقق الوحده الفنيه. ببساطه يا جماعه، الوحده الفنيه يعني الموضوع واحد والعاطفه واحده. بنسبه 99% لازم تتحقق الوحده الفنيه. طب الوحده الفنيه هي موضوع واحد وعاطفه واحده، هي ممكن ما تتحققش، ممكن ما تتحققش، بس لو الشعر انتقل من معنى الى اخر، زي غربه وحنين، ما هو الوحده الفنيه لم تتحقق. غربه وحنين لم تتحقق، لانه اتكلم على حنينه لايام الصبا عندما كان في مصر، ثم تحدث وصار على الاستعمار وعلى اوجه الاستعمار ومذاهب الاستعمار الخبيثه. فعلا، اذا هي فيها فكرتين. طالما فيها فكرتين وثلاثه يبقى ما اتحققتش. بس في الغالب الاعم اما اجي اقول لك هل تحققت الوحده الفنيه، كل الناس حافظه الاجابه، انا سامعها من الناس اهي، نعم تحققت الاجابه اهي، نعم تحققت. كملوا لي باتفاق وحده الموضوع، وقوم كاتب العنوان مع وحده الجو، ها، النفسي والشعوري، وقوم كاتب العاطفه. فالابيات مترابطه ومتماسكة. أسمع تاني، فالأبيات مترابطة ومتماسكة، فلا يمكن حذف بيت أو تقديم بيت على آخر. شوف الكلام، إجابة ثابتة ما بتتغيرش. هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ كل الناس معاي، نعم تحققت باتفاق وحدة الموضوع، وقوم كاتب الفكرة الرئيسية اللي بتبقى موجودة فوق قطعة البلاغة، وحضراتكم ما بتقراليش الحتة ده هي. ودي مصيبة، كارثة، كارثة في الامتحانات. مع اتفاق وحدة الجو النفسي والشعوري، وقوم كاتب العاطفة. لازم البادج ده يتحط، عشان البادج ده بيكون في نماذج الإجابة. فالأبيات مترابطة ومتماسكة، فلا يمكن حذف بيت، أيوه، أو تقديم بيت على آخر. ده لما بتبقى متحققة بنسبة 99%. وعشان نكون واضحين في الكلام، هي ممكن ما تتحققش، ممكن، ولكن احتمال بسيط لو في اكثر من فكره. وعشان يكون في اكثر من فكره لازم يكون قدامه عدد ابيات، انما قطعه البلاغه يا 3 يا 4 ابيات، مفيش كلام اكتر من كده، فما بيلحقش يغير الفكره. عشان كده دايما بتبقى متحققه الوحده الفنيه. لو جيت حضرتك تقرا قطعه البلاغه وحسيت ان البيت الاولاني موضوع، وان البيت الثاني موضوع ثاني خالص، والبيت الثالث فكره ثالثه خالص، تقولي لم تتحقق الوحده الفنيه، لان الابيات بها اكثر من فكره واكثر من موضوع واكثر من عاطفه. يبقى في اكثر من موضوع واكثر من عاطفه، عشان كده لم تتحقق الوحده الفنيه. زي نص مين؟ ها، غربه وحنين. الوحده الفنيه لم تتحقق في نص غربه وحنين، عشان بدا بالحنين الى الصبا عندما كان في مصر، اذكر لي الصبا وايام انسي وصف لي ملاوه من شباب. فضل يتكلم على كده وراح موجه خطابه للسفينه، وبعد كده ثار وهاجم الاستعمار. شوف الكلام ده، يبين لك ان في اكتر من فكره، انما في البلاغه دايما دايما بنسبه 99%. شفنا معظم النماذج البلاغه اللي جت في ثانويه عامه تحققت الوحده الفنيه.
باتفاق وحدة الموضوع كذا، الفكرة مع وحدة الجو النفسي والشعوري كذا، فالأبيات مترابطة ومتماسكة، فلا يمكن حس بيت أو تقديم بيت على آخر. الجملة دي تتحفظ كويس جدا جدا جدا. تعال كده بقى وشوف السؤال السابع معايا في البلاغة. للأسف السؤال السابع ده بيزعلني من ناس كتير جدا. بعض الناس بتروج الشائعات ازاي؟ ده حقيقي في ليلة الامتحان يقول لك كل سنة بيجيبوا آخر سؤال في البلاغة من خارج المنهج، هو ده منهج البلاغة بتاعك، إنما ده سؤال بيكون خارق للطبيعة. طب أنا هقول لك حاجة مؤسفة ومحزنة جدا. تعرف إن السؤال الأخير في البلاغة بقاله 5 امتحانات تقريبا سؤال ثابت بنفس الفكرة وبنفس الإجابة، ولسه الناس مش واخدة بالها لحد دلوقتي. تخيل لحد دلوقتي الناس لسه مش واخدة بالها إن السؤال الأخير هو نفس السؤال. يجيب جملتين، جملة فيها جر ومجرور في البداية وجملة فيها جر ومجرور في النهاية. أختار اللي الجر والمجرور في البداية عشان ده تقديم وتأخير، يعني أسلوب قصر، وأسلوب قصر غرضه التخصيص والتوكيد والاهتمام. يعني هو كررها في الامتحان، بقول لك 5 امتحانات ورا بعض، 4 امتحانات بالظبط ورا بعض، ولسه الناس مش واخده بالها. شوف، أنت لعين فؤاد النظر، قولوا معايا أهو، ثانوية عامة 2015 أو 2014، أنت لعين فؤاد النظر ولا أنت فؤاد النظر ها لعيني؟ اختاروا من انتوا بقى. اختار الجر والمجرور اللي قدام ده اهو، عشان اللي فيها جر ومجرور ده ها الاجابه ايه؟ اسلوب قصر. اكتب الاجابه وراي، اسلوب قصر بالتقديم والتاخير، افاد وغرضه التخصيص والتوكيد والاهتمام. يقوم جايب السنه اللي بعدها في 2017 بعدها بامتحان او امتحانين. النار في الاعماق، النار في الاعماق لاهبه ولا النار لاهبه في الاعماق؟ حد يختار يا جماعه. هختار النار في الاعماق ده اهي، ده اهي، عشان الجر والمجرور قدام، يعني اسلوب قصر بالتقديم والتاخير للتخصيص والتوكيد والاهتمام. يوم جايب 2018، مش ممكن، انا بديك اهو تواريخ اهو، دي كانت 2017 وده اهي 2015 او 16. طب 2018 فبها تغنت الام ولا تغنت الأم بها؟ حد يختار. لا، فبها تغنت الأم، عشان في تقديم وإيه ها وتأخير، اسلوب قصر للتخصيص والتوكيد والاهتمام. عيب ما بيكون يجيب سؤال واحد وسؤال ثابت ويجيبه لك في الامتحان وحضرتك مش واخد بالك ده نفس السؤال ونفس الإجابة، اسلوب القصر. يا جماعة ده ما غيرش وسيلة القصر أصلا. يعني ممكن أجيب لك سؤال مثلا ببل، اجيب لك جمله فيها بل وجمله ما فيهاش بل، تختار بل عشان بل وسيله من وسائل القصر. بل وكسلت النفس ولا وكسلت النفس؟ لا، بل وكسلت النفس. اجيب لك جمله بانما، انما الامم والاخلاق ولا ان الامم الاخلاق؟ لا، انما، عشان قصر الانما. يعني في وسائل للقصر. تخيل بقى هو ما غيرش وسيله القصر. اجي اقول لك وما شوقي الا شاعر، ولا ان شوقي شاعر؟ لا، وما شوقي الا شاعر، عشان نفي واستثناء، يعني اسلوب قصر للتخصيص والتوكيد والاهتمام. تخيل بقى هو مثبت وسيله القصر بقاله 4 سنين في الامتحان ولسه الناس مش واخده بالها. انتوا متخيلين ايه اللي بيجي في الامتحان في فنيات البلاغه؟ دي فنيات البلاغه، يعني ما يثبت اسلوب القصر بالتقديم والتاخير 4 امتحانات ورا بعض ولسه الناس مش واخده بالها، بجد حاجه محزنه وحاجه مؤسفه. طب ممكن يجي لنا ايه تاني في فنيات البلاغه؟ ممكن يجي لي مثلا في فنيات البلاغه لقد زاوج الشاعر بين الخبر والانشائي. حد يقول لي ليه؟ ليه جمع بين الخبر والانشائي او الخبر والانشاء؟ لمنع الملل واثاره الذهن والتشويق، فبالخبر يؤكد ويقرر على كذا وبالانشاء يظهر العاطفه. دايما الانشاء لتحريك المشاعر، انما الخبر للتوكيد والتقرير وتكتب على كذا الفكره الرئيسيه. طب ليه جمع بين الاثنين؟ لإثارة الذهن وإزالة ومنع الملل وتشويق القارئ. فعلا هو عشان كده بيزود بين الخبر والإنشاء. علل، استخدم الشاعر كامل خبرية في الأبيات لأنها تدل على القصرة. شوف، أيوه، كم تشتكي وتقول إنك معدم. كم تشتكي، كم واحد بيشتكي ويقول إنه فقير؟ كم الخبرية تدل على القصرة والتعدد. طب علل، استخدم الشعر الأفعال المضارعة وذلك للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة، للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة. أدي فنيات البلاغ.
اجي اجيب لك واقول لك النداء. لو واحد صغير بينادي على حد كبير تعظيم، اما تقول يا مصر تعظيم، النداء والانشاء هنا للتعظيم. طب لما اجي بقى واحد كبير بينادي لواحد صغير للتنبيه، شوف يبقى دايما الكبير لما ينادي للصغير انا بنبهك انا بنبهك، انما لما يكون العكس للتعظيم، لما اقول يا مصر مصر هي الاكبر يبقى تعظيم. طب لو بنادي على جماد يا صخره للتمني، يبقى النداء دايما على جماد يكون للتمني. دي فنيات البلاغه. فنيات البلاغه دايما واضحه وجميله وسهله وبسيطه، وبالرغم من كده ما اختارش منها في الامتحانات غير اسلوب القصر. والمحزن ان هو مختار وسيله واحده كمان للقصر والناس مش واخده بالها. الناس تخرج من تعالى لك ده كان جايب حته في البلاغه كده من خارج المنهج، ايه هي؟ بيقول جمله فيها كذا وتطلع تقديم وتاخير في الاخر. 4 سنين او 5 سنين بيجيبهم في الامتحان بنفس المكان وبنفس النظام، تختار اللي فيها الجر والمجرور عشان تقول ده اسلوب قصر بالتقديم والتاخير، غرضه التخصيص والتوكيد والاهتمام. ايه كمان فنيات البلاغ؟ النكرات. لما يبقى في اهانه في النكره مول خبيث، نكره للتحقير. طب اما اقول رجل ده نكره للتعظيم. طب لما اجيب كلمه بقى واقول مثلا كلمه عز، كلمه جنس، كلمه عز، من كل جنس، نكره للعموم والايه؟ ها والشمول. يبقى في نكرات للتحقير وفي نكرات للتعظيم وفي نكرات بتكون للعموم والشمول، هو استخدمها للجمع مش اكتر. طب العطف، اجيب لك جمله واقول لك عطف الشاعر، ماذا افاد العطف؟ ركز معايا، لما يبقى حاجتين شبه بعض في الكلام وفي المعنى، العطف للتوكيد بيأكد على ايه؟ اقول لك ضحك وابتسم، تأكيد وتوكيد. انما لما تكون الكلمات مختلفه فالعطف هنا للتنوع، الجمع والعطف للتنوع هنا. زي يغضي على الغمرات والاقزاء، الغمرات والاقزاء ده هنا في تنوع عشان نوع بين الامراض النفسيه والامراض الجسديه والعضويه في نص المساء. دي كل لمسات البلاغه اللي انت ممكن تتخيلها في الامتحان. ركزوا لي على القصر، ومش لازم القصر يبقى تقديم وتاخير، ممكن نشوف بل، جمله فيها بل وجمله ما فيهاش بل، اختار اللي فيها بل. جمله فيها نفي واستثناء وجمله ما فيهاش نفي واستثناء، اختار اللي فيها نفي واستثناء. جمله فيها انما وجمله ما فيهاش انما، اختار اللي فيها انما. طب لما يجيب لي حاجه في الامتحان ويقول لي ما دلاله استخدام الشاعر كلمه كذا، الدلاله هي القيمه الفنيه اللي انت لسه حيلها في الصور. شوف الجمله بتدل على ايه، شوف الكلمه بتدل على ايه، بتوحي بايه، وبدل ما اقول تدل على هقول توحي بيه. في صعوبه في الكلام؟ فرع البلاغه 6 درجات بكل بساطه، سؤال الامتزاج، سؤال الامتزاج وسؤال العاطفه والالفاظ. العاطفه اللي هو الوجدان، سواء الف السؤال الوجدان واختيار الفاظه، والوجدان ومعجمه الشعري، او ما جابش الكلمتين دول، كده كده الوجدان او العاطفه لازم تطلع الفاظ، والالفاظ مش من دماغ حضرتك، الالفاظ تكون من داخل الابيات. في صعوبه في الكلام؟ تعال نشوف كل الكلام ده من داخل ملزمة مراجعة ليلة الامتحان، يلا بينا. لما نيجي نشوف كل أسئلة البلاغة اللي احنا شرحناها النهاردة، تبص تلاقي أول سؤال سؤال الفكر اللي هو سؤال الشرح، شوف أنا بجاوب عليه إزاي؟ تدور الأبيات حول، واكتب هنا الفكرة الرئيسية. وقد دارت أفكار الشاعر حول، واشرح ال3 سطور، وبقول مش عايز توضيح في المضمون، ولا يكون الشرح أكثر من 4 أسطر أو 4 سطور، ولابد أن تنظر إلى عنوان الأبيات، القطعة أو فوق قطعة البلاغة. السؤال الثاني سؤال الوجدان، الوجدان ليه أسماء كتيرة، منها العاطفة، الشعور، الإحساس، المشاعر، الخبرة النفسية، الحالة الشعورية، نظرة الشاعر للحياة. لازم أستخرج معاه ألفاظ، أقول تدور عاطفة الشاعر حوله، وقد أثرت العاطفة على ألفاظه مثل، وطلع 4 كلمات من داخل الأبيات. السؤال الثالث عاوز كل الناس تصم السؤال ده حفظ، مفيش كلام. كلما صدق الإحساس قوية الفكرة، الشاعر الجيد هو الذي يفكر بعقله ويشعر بقلبه، الشعر الجيد هو ما امتزج فيه الفكر بالوجدان، حدث ترابط فكري وشعوري. شوف صيغ السؤال اللي جت كم مرة في الامتحان، دي كلها الصيغ اللي جت في امتحان ثانوية عامة. الإجابة هي نبعت أفكار الشاعر من عاطفة قوية ومؤثرة وهي كذا، حيث تدور الأفكار حوله، وأبدأ أشرح ال3 سطور، واختار لهذه العاطفة ألفاظ تعبر عنها مثل أو ومنها، وطلع 4 كلمات. السؤال الخبري والإنشائي شرحناه وهنقوله ورا كمان مرة.
سؤال الموسيقى، الموسيقى نوعين، نبدأ بالموسيقى الظاهرية أو بيسموها الخارجية، بتتمثل في الوزن والقافية والمحسنات البدعية. لازم أجاوبها بكلمة أولا وثانيا. لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته وقافية وهي حرف كذا المتمثل في الكلمات كذا وكذا وكذا، ونتج عن ذلك زبزبة موسيقية تؤثر على أذن المستمع. طب المحسنات البدعية، أشوف التصريع أو الجناس أو حسن التقسيم وأقول له ليه جرس موسيقي رنان، وشرح لكم الجناس أهو التام والناقص، وشرح التصريع كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم. والسر جمال الكلام ده توضيح المعنى. لا ده جرس موسيقي رنان يعمل لفت النظر وجذب الانتباه. تعال نشوف الموسيقى الخفية، هقول نجدها في الصدق الشعوري حيث تدفقت الألفاظ الموحية بجرس موسيقي ومن الألفاظ الموحية كذا وكذا، وحدث تناغم في الحروف بين الألفاظ والعبارات. شوف الموسيقى الخفية تاني. الموسيقى الخفية تنتج عن الصدق الشعوري وتنتج عن الألفاظ الموحية المعبرة وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات. إنما الموسيقى الظاهرية لازم يجاوبها أولا وثانيا، أجيب بالوزن والقافية الكلمتين دول، وبعد كده استخرج محسن بديعي من المحسنات التي لها جرسا موسيقيا رنانا. كلام جميل وكلام زي الفل. هل ظهرت الوحدة الفنية في الأبيات؟ هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ نعم تحققت، باتفاق وحدة الموضوع وهو كذا، مع وحدة الجو النفسي والشعوري وهي كذا، والأبيات مترابطة متماسكة، فلا يمكن حذف بيت أو تقديم بيت على آخر. السؤال بتاع الخيال أو الصورة البيانية، ما نوع الصورة؟ شوف بقى، هحط مثل محمد أسد قبلت مثل بقى التشبيه. سألتك يا صخرة الملتقى ما قبلتش مثل استعارة مكنية، يصبح الأفق ميل كلها ما قبلتش مثل استعارة مكنية، بس سألتك يا صخرة الملتقى استعارة مكنية للتشخيص، إنما يصبح الأفق ميل كلها شبه الأفق كأنه شيء مادي يملك، يبقى في تكسير. النور والنار والسراج والعمى والنيران والليل استعارات تصريحية. خلي بالك الاستعارة التصريحية كلمة واحدة تكون اسم، خلي بالك كلمة سيري اللي خدع بها الثانوية العامة كلها في مصر. كلام جميل. الإيحاء أو القيمة الفنية، شوف الجملة بتدل على إيه، وبدل ما تقول تدل على هقول توحي بيه، ده القيمة الفنية. القيمة الفنية ما هي سر الجمال زي ما الناس متخيلة. شوف بقى، أيهما أجمل ولماذا؟ لكم مصر ولا مصر لكم؟ لا لكم مصر، عشان تقديم وتأخير. طب علل، جمع الشعر بين الخبر والإنشاء لإزالة الملل وتحريك الذهن وتقرير حقائق معينة. النكرة تفيد إيه؟ في نكرات للعموم والشمول. طب كلمة رجل تعظيم. طب لو كلمة فيها إهانة تحقير. طب كلمة غربة وحزن وظلمة ووحشة، أول ما أقول كلمات من دي يبقى كلمات للتهويل. كم الخبرية تفيد الكثرة. لو في عطف بين كلمات متشابهة يبقى أفاد التوكيد، لو كلمات مختلفة يبقى أفاد التنوع. المضارع تجدد واستمرار واستحضار الصورة. طب اما اجي اقول لك جمله بتبدا باذا وجمله بتبدا بان، في اذا الشرطيه وفي ان. اذا ده اهي ده بتفيد التحقيق والتاكيد، انما ان الشرطيه بتفيد التعليل والشك. ايوه. الاسلوب الخبري للتوكيد والتقرير، انما الاسلوب الانشائي لتحريك المشاعر. لو بنادي، لو انا الاصغر وبنادي على حاجه اكبر تعظيم زي يا مصر، انما لو الكبير بينادي على الصغير للتنبيه. طب لو بنادي على جماد للتمني. لما اجيب لك علل استخدام الشاعر ضمير انا ونحن للفخر والتعظيم والاعتزاز. لما يستخدم انا ونحن للفخر والتعظيم والاعتزاز. طب لما اجي اقول لحضرتك ايهما اجمل، انما الحياه كفاح ولا ان الحياه كفاح؟ لا انما، عشان قصر بانما. وما محمد الا رسول ولا ان محمدا رسول؟ خلي بالك، لا وما محمد نفي واستثناء. طب التقديم والتاخير، النار في الاعماق لاهبه ولا النار لاهبه في الاعماق؟ لا الاولى. طب فبها تغنت الام ولا تغنت الام بها؟ اللي فيها التقديم والتاخير، اللي فيها الجر والمجرور قدام تكسب، عشان ده اسلوب قصر. وخلي بالكوا الحته دي بيجيبها في الامتحان بقاله 4 سنوات متتاليه. في قصر بتعريف طرفي الجملة زي الدين النصيحة، أنت الخصم والحكم. المبتدأ معرفة والخبر معرفة. العطف بل، أيهما أجمل، بل وكسلت ولا كسلت النفس؟ لا العطف بل ولكن يفيد القصر، اختار دي. لكنه عرضك ومرؤتك ولا إنه عرضك ومرؤتك؟ لا لكنه، لأن لكن ده أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد والاهتمام. كلام جميل. وبعد كده جايب لك شوية نماذج
للتدريب. وخد بالك ان النماذج دي كلها من داخل كتاب المدرسة، يعني مهم ان انت تحلها وتدرب نفسك. انا شايف ان فرع البلاغة فرع سهل جدا، كل الناس تقدر تجيب الست درجات بكل سهولة وبكل بساطة. وبكده ناقشنا كل اسئلة البلاغة وكل الاسئلة اللي جات في امتحانات ثانوية عامة وكل الاسئلة المتوقعة السنة دي. عاوز كل الناس تركز على الاسئلة ونماذج الاجابة، ودرب نفسك على النماذج اللي انا حاططها في ملزمة ليلة الامتحان. وخلي بالك من القطع الوطنية، خلي بالك من قطع البلاغة الوطنية ومن نماذج البلاغة الوطنية، لان معظم الابيات الحديثة والشعر الحديث بيدور حول حب الوطن. بالتوفيق ان شاء الله للجميع.